مش عايز تعد فلوسك يا عمده؟ من امتى انا لين باشا وانا بعد وراك؟ خليها على الله. وبعدين هي دي اول حاجه ما بيننا، ده انا بتاعك يا ريس. الموضوع مش سهل، تخلصه بسرعه من غير ما حد يحس. والله رقبتي. سمعني خبر حلو قريب. اعتبره خلص. ما بعتبرش حاجه خلصت غير لما تخلص، وانت عارف ساعتين زمن يا باشا وهيكون التمام عندك. لما تخلص تكلمني عن نمرة الأخيرة 7 أيام. مفهوم طبعا يا باشا. في حاجة أمضي ليك عليها؟ تمضي إيه يا راجل؟ اتكل على الله. يلا. طب وبالنسبة بقى للفاينانشال مانجر اللي عمال يسألني على الفلوس دي، أقول له إيه؟ قولي له غداء عمل. غداء عمل؟ غداء عمل ب 500,000 جنيه؟ هي فلوسي ولا فلوسه؟ الإصابات اللي عايزها يبعتها لي ونمضيها. كلمت رباب؟ اه، خبر تكذيب الطلاق نزل على كل الويب سايتس، على بالليل هيبقى في الجرايد كلها. بس أنا عايز أفهم. مش لازم. اهلا 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 اهلا. ازيك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. هاي اميره. هاي ما. ان شاء الله تكوني احسن النهارده. احسن شويه. شويه الم. اولا سوري ان انا دخلت كده على طول، بس الحقيقه انا ما لقيتش اميره بره ومحدش سالني انت رايحه فين ودخلت. وفي حد هيسالك بعد اللي حصل امبارح؟ ما كانش ينفع اني اجي اخد حاجتي من السكيورتي من غير ما اطلع اسلم عليك. لو عملتي غير كده ازعل. حاجتك عندي انا شايلها لك، هروح اجيبها. ثانيه يا اميره، تشربي ايه؟ ثانك يو. ولا حاجه. ميرسي يا اميره. اهلا وسهلا. ميرسي. انت ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ او كنت كلميني كنت بعتها لك. بصراحه اتلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. بيقولوا من السيدة. وفي ناس بيقول لك من الزقازيق. مرة قريت إن أنا من المنصورة. ما بقتش عارف أنا منين. أوعى تطلع في الآخر من الإسماعيلية. إشمعنى إسماعيلية؟ أصل بابا كان إسماعيلاوي، بس عمري ما رحتها. ليه؟ ده إسماعيلية حلوة أوي، كلها ساعة من هنا. بسمع. بس اللي أنت ما تعرفوش إن أنا عشت معظم حياتي في أمريكا. بقالي بس 4 سنين مستقرة في مصر. فين في أمريكا؟ نيويورك. تجنن نيويورك. ده كان شغل ولا دراسة؟ دراسة وحياة وشغل. ماما كانت عايشة هناك بعد انفصالها عن بابا الله يرحمه، خدتني معاه. وفضلت ما بين هنا وهناك. لغاية ما توفت من 4 سنين. ورجعت أنا هنا. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل هنا. ولا هناك سهل. الناس واخده فكره غلط عن امريكا ان هي بلد سهله وحلوه وبس. بس الحقيقه ان هي بلد صعبه جدا. وتعلمك تعرف تتاقلم مع اي ظروف تواجهها في بلد تانية. مهم انك تبقي مبسوطه. سيجاريلو؟ ثانك يو، ما بشربش. برافو عليك. انا بحاول اتخلص منه مش قادر. خبيش عليك، انا جربتها يعني بس ما عجبتنيش، كحيت. لا يبقى بطل على طول. بسرعه كده؟ مش عايزك تكح يا ستي، يحصل لك حاجه كل ما تيجي عندنا. طب بلاش. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، وتاكدت ان كل شكوك اميره غلط، مدام رشا ملهاش علاقه بالموضوع خالص. انا عارفه ان مدام رشا ملهاش اي علاقه بالموضوع. أنا عندي مشاكل مع ناس كتير للأسف قريبين مني، مش بعيد يكون حد فيهم هو اللي عمل كده. تاخد إكسبريسو معايا؟ آخد. أعمله لي كده. سينجل ولا دبل؟
سنجل. يا ريت لما تيجي تقولي لها ان انا استنيتها اكتر من 20 دقيقة وموبايلها على طول مقفول من ساعة اللي جرالها امبارح. هو ايه اللي جرالها؟ ايه ده انت ما تعرفيش؟ لا في ايه حضرتك طمني. لا خليها هي بقى تقول لك علشان انا مستعجل. عندي محاضرة كمان نص ساعة عن اذنك. مالك؟ الراجل ده وترني. ما انت عارفه ان هو متوتر خلقه. لا انت مش فاهم، بيقول لي ان ملك حصل لها حاجه امبارح. ملك حصل لها ايه؟ مش عارف. مش انت كلمت اميره بتاعتك دي امبارح؟ ايوه بس ما ردتش عليا. وبعدين لا انا كلمتها في البيت امبارح ملك، والبنت الصوماليه ردت عليا قالت لي ان هي دخلت نامت خلاص. اتس اوكي ما تقلقيش، لو في اي حاجه انا كنت هعرف. امال الراجل ده بيستهبل ولا بيستعبط؟ يا بنتي ما انت عارفه ان هو اصلا مجنون. طب هي ليه ما جاتش لحد دلوقتي؟ اوه ايه الجو ده؟ ما انت عارفه ان حازم خلاص دماغه رايحه منه. موت واعرف جوزته على ايه ده؟ سالتها مره قالت لي نصيب. المهم موضوعها انتهى معاه من زمان. بيتهيألك بقى على فكره. تفتكر ملك اللي روحها في بنتها ممكن في يوم من الايام تتجوز او ترتبط بحد تاني؟ لا. ليه لا يعني؟ عشان اكيد القفل ده هياخد البنت منها. انت جيت شحقه يا رمضان. انا جيت. ملك اهي. قابلتي دكتور حازم تحت؟ دكتور حازم مين؟ هو انا دماغي في حازم ولا عاطف ولا حاتم؟ انا دماغي في ده. ده عقد إيه كامبين جديد؟ لا وانت الصدقه. ده العقد الحلم ابو 50 مليون. لا مليون؟ لا 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 يا ملك. لا ايوه بقى هو ده الكلام. مش مصدقه. وريني كده ناخد سيلفي معاك. طب انت خلصتيه بسرعه كده؟ بسرعه ايه؟ انت هتقر. بجد برافو بجد. هو يعني ده 50 مليون؟ ثلاث سنين كل سنه ب 50. ثلاث سنين؟ 150 مليون؟ 150 مليون وانا ليا فيهم 5 مليون. مين ده؟ انا عارف ان اللي حصل لي امبارح ده كله من تخطيطك وان انت اللي بعتيلي مريم عشان تقتلني. هي مريم امبارح؟ اكدبي بقى وقولي لي. لا اسمع انت تلزم حدودك معايا. قله ادب ما بحبش. هتتكلم باحترام اهلا بيك. لسانك يطول هقطعهولك. يما تصدقي خفت. ما بلاش الحبتين دول معايا. انا مش مريم، انا غير. ما عشان انت غير انا جيت عشان انت اللي معاك الفلوس والبيزنس وكل العلاقات. لكن مريم دي غلبانة، دي طيبة وعلى نيتها. ده امبارح كانت هتودي نفسها في داهية وتخش السجن وتاكل انت الطرطية كلها لوحدك. لا بس تصدق يعني بجد صراحة يعني عجبتيني. دماغك دي مكلفة بصراحة تستاهلي تسقيفة. هو انت بتعمليها فينا عشان اعمل زيها؟ دماغ ليه؟ هو انت فاكر كل الناس اوساخ زيك؟ هعديها لك دي واعمل اني ما سمعتهاش. شوف يا اسمك ايه؟ نجوم السما اقرب لك من اللي بتفكر فيه. مليم واحد مش هتطول. مش بقول لك عايزه تخلصي منها. هو انت مش واخده بالك ان الصور لسه عندي؟ وكمان بقى في قضيه شروع في قتل. يا راسي. وشروع ليه؟ ياما. ما المثل بيقول اللي تعرف ديته اقتله. وبالسكينة بقى ولا بالمسدس؟ بالجزمة. جديدة دي. ليه؟ هو أنت عمرك ما شفت صرصار وهو بيدهس؟ لا شفت بنات أمارات زي كده وبإزازة مية نار بربع جنيه راحوا خالص في حتة تانية. موافقة. اللي يقدر على حاجة يعملها. ماشي. ما تزعليش مني بقى يا ملك. قبلي.
أحسن. إن شاء الله تفضل حزنانة عمرها كله. بكرة تشوف هيحصل لها إيه. نادية. نعم. نادية. 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 إيه؟ إنت واثقة في الشيخ وهبة بتاعك ده ولا نروح أحسن للشيخة فاطمة اللي قال عليها العطار؟ بقول لك إيه؟ نعم. خلي العطار بتاعك ده يتركن على جنب، ما يلتش كتير. يا ست الراجل بينصحني لله. متشكرين. لما تشوفه بقى المرة الجاية قول له نازية مراتي بتسلم عليك وبتقول لك متشكرين. مش عايزين الشيخة فاطمة بتاعتك دي في حاجة. يا سلام يا سلام. ولما أنت فرحة قوي كده ما قلتيش لي على دم الغزال. ده ضحك على الدقون. عايز يفهمك إن هو بيخدمك. وإنه فاهم في الحبل الروحاني. ما المسك من الغزال. ولا هما بيطلعوه من الحمير واحنا مش واخدين بالنا؟ ليه ما هو المسك من الغزال؟ طب ما انا قلت ان المسك من الغزال. أيوة. انا قلت حاجه تانيه. طب يبقى بيعرف برضه اهو. ولما انت فتكه قوي يا ست ناديه ها؟ وما جابتكيش ولاده وبتفهمي في الكفت، ليه خدتي قطرها وديتي للشيخ وهبه بتاعك؟ ليه ما خلصتيش انت الموضوع وعملت لها العمل؟ يا ريتني كنت اعرف. ده علم وبحر واسع. يعني العمل اللي يتعمل لملك يختلف عن العمل اللي تعمل لمريم. ليه بقى؟ ليه؟ لان التاني له حسابات وحاجه اسمها رصد وطلاسم انا ماليش فيها. طيب ماشي. طب تعملي التركيبه بقى ولا نعمل ايه؟ وتوضي. ايوه الحمد لله. طب ليه؟ الحمد لله. يلا نحط. حضر اهو. تكدبي عليا يا مريم؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ رايحه عشان تموتيه وتخلصي منه؟ طب ما يا غبيه هتتجابي، ده انت مراته، يعني اول واحده هتتسالي وتخش في سيم وجيم. رحتي له ليه؟ بتتصرفي من دماغك ليه؟ هو انا مش قايله لك سيبيلي الموضوع ده وانا هحله؟ ها؟ قلت كده ولا ما قلتش؟ انت عايزه تودي نفسك في داهيه؟ اخر التشك ده ايه؟ مش كفايه ابوك اللي مات بسببك؟ ولا تكوني صدقتي القصه اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربيه اللي اتقلبت؟ لا، والصبح عامله لي فيها كيوت وجايه توريني الانذار اللي استلمتيه. طب ما كنت تقولي لي. ده انا فاكراكي ما بتخبيش عليا حاجه من ساعه موت بابا الله يرحمه، ومن ساعه ما عرفت مصايبك السودا. بتضحكي عليا يا مريم، بتخدعيني، بتلعبي بيا. اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ اهو ما ماتش. وريني بقى هتعملي ايه ولا هتتصرفي ازاي. بصي، انا من النهارده ماليش دعوه بيكي. اركبي دماغك، اعملي اللي انت عايزاه. وليكي عليا، اول ما قضيه عمك النصاب دي تخلص تاخدي فلوسك، وانت حره فيها ان شاء الله تديها كلها للحيوان اللي عندك عشان يطلقك. هو انا هفضل شايله قرفك لحد امتى؟ ما كفايه اللي عندي. انا ايه اللي خلاني اتنيل واجي من امريكا؟ ما كنت عشت هناك احسن لألف مره. بتعملي فيها كده ليه يا مريم؟ حرام عليك، هتغصبيني اعمل حاجات انا ما بحبهاش. ده انا النهارده فرحتي ما كانتش سايعاني. العقد اللي بحلم بيه بقالي سنين مضيته، ودخل عليا الكلب بتاعك نغص عليا فرحتي كاني مش مكتوب لي افرح. ربنا يسامحك. بحق آدم ونوح. بحق آدم ونوح والملائكة والروح. والملائكة والروح والنبي الممدوح. النبي الممدوح. وبسر القلم واللوح وبحق هاروت
ناديه لحد منهم يجي واحنا قاعدين كده بس مش واخدين بقى. ها طيب 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 والحق هاروت وماروت اقسمت عليك بس انت عارفه اللي بتريه ده كنت حاجه غلط الله يخليكي. والله طيب اقسمت عليك اقسمت عليك ايها الملك الموكل ملك الموكل بهذه الاسماء هذه الاسماء ان تجلب محبه طارق محبه طارق ابن ناديه لنادية في قلب مريم بنت هي ما اسمها ايه؟ في قلبي نعم يا اختي وما اسمها ايه؟ انت مش عارفه اسم سلفتك يا اخويا انا فاكره اكلت ايه امبارح وبعدين سلفتي منين؟ هو انا شفتها الا مره واحده وبعدين عرفت ان اخوك الله يرحمه طلقها وسافرت على امريكا اسمها ليلى ليلى طيب اسمها ليلى اكتب في قلب في مريم في قلب مريم بنت ليلى بنت ليلى وجلبتك في هذه الساعة في هذه الساعة ها بسبعة أسماء سبعة أسماء وحيرتك وأشعلتك وضربت الأرض من تحتك ضربتيها ليه؟ ضربت الأرض من تحتك وعقدت الجان من خلفك وعقدت الجان من خلفك ونطقت قرينك نطقت قرينك فلا ينفك عملي حتى ينفخ إسرائيل في السور وتخرج الموتى من القبور بأمر ربي العزيز الغفور مفيش حاجة طلعت يعني طبق بقى الورقة حاضر طبق الورقة حاضر تعالى بقى نفكر هنشربها ميتها ازاي ايوه عايزاك تكتب ورقة زيها بالظبط لابنك لطارق طبعا طيب حاضر اتفضلي الورقة اهي نعمل ايه بقى تاني اهو شوف بقى السحر ده هيعمل في اختها ايه اختها الايه اللي هي مين ملك هيوقف لها المراكب السايره يا ريت ومفيش حد هيحبها نادية انا عاوز جان من دول يديها قلمين يلا اكتب لابنك بقى اكتب لابنك هقول لك الكلام تاني طب مريم انا حفظته طيب اكتب ايه بحق ادم ونوح تطمني عليا زي ما بتعملي كل يوم زي ما بعمل كل يوم وانت مش عارفك بتبقي صاحيه يا بنت اللذينه وانا اللي فاكراكي بتبقي نايمه على فكره دي اول مره انت تيجي وما تطمنيش عليا حقك عليا يا حبيبتي انا اسفه متزعليش مني لما نشوف مين عايز ايه ايه ده هو عمره ما هيبطل الداء المهبب اللي هو فيه ده تعالي يا حبيبتي اما نايمك انت مش بردانه لا برضه ما بتردش برضه ما بتردش دي سابع ولا تامن مره اتكلمها اتهد بقى اتكسف على دمك شويه هموت واعرف مين ابن الجزمه ده وهي بقى اللي هتقول لك صح لا
لا لا لا، انا بقى مش هسيبها في حالها غير لما هي تقول لي، ولو ما قالتليش فانتي موجوده. ولادي هتفضلي كده مالكيش لازمه كتير. يا عم انا سالتها وهي نفضت لي، اعملك ايه عشان تصدق؟ ما انا مصدقك مصدقك، لان هي عملت معايا نفس الكلام. انت قلتي له اسمه ايه؟ الليسي. اه ما انا عارف ان اسمه الزفت على دماغ امه. اسمه بالكامل ايه؟ وهيفيدك في ايه يا فالح؟ اكيد هنلاقي له فيسبوك او تويتر او انستجرام، اي حاجه توصلنا لاهله. انا هموت واعرف انت شاغل نفسك بيه ليه. الشيشه بتاعتي بتاعت كل يوم. اوكي على فكره ده كان سؤال رخم انا مش هرد عليه. طيب عشان ارسيك بقى على الموضوع، اللي بترسم عليه ده مش هيحصل، فاحسن لك يا رومي تركز في الشغل التقيل اللي جاي لنا. نادين فخري وبكره فكرك مش هيبقى مجرد اكاونت او كلاينت كده عادي، لا 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 خالص، احتمال كبير قوي تبقى الايجنسي بتاعتنا بتشتغلش غير على الكامبين بتاعته. تشرب ايه؟ تعال تذاكر. ميه. ليه ما بعتيش حد ياخد الحاجة؟ لو كنت تكلميني كنت بعتها لك. بصراحة تلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. روحي بقى يا أميرة، بكرة ميتنج مع كل البورد. ما تنساش بكرة الساعة 7. ولا 7 ولا 8، أهم حاجة عندي الميتنج، كلهم يبقوا موجودين. طب أقول لهم بخصوص إيه؟ بكرة هيعرفوا، وروحي. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل هنا. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا، مش بقولوا تايم از ماني. انا احب كده.